في هذا الفيديو سنقوم بنسخ الأعمدة التي أنشأناها في الفيديو السابق بالاتجاه Y وأيضا إنشاء الكمرات الساقطة أو المتدلية. سأبدأ بنسخ الأعمدة. يمكن اختيار الأعمدة من خلال Members، أحدد أول عنصر وأضغط على Shift وأحدد العنصر الأخير، فيتم تحديد كل هذه الأعمدة. الآن من أجل عملية النسخ أضغط باستمرار على Control وأحرك بهذه الكيفية. لاحظوا تمت عملية النسخ. الآن بذات الكيفية بالنسبة لي العمود الموجود في هذا الموقع، أيضا أضغط باستمرار على Control وأحرك لتتم عملية النسخ. انتهيت من نسخ الأعمدة. لاحظوا لا يزال يوجد لدي عقدتين لا أحتاجهما. أحدد العقدة الأولى وأضغط على Delete، وأيضا العقدة الثانية أحدد وأضغط على Delete. الخطوة التالية سأبدأ بإنشاء الكمرات الساقطة، لأجل ذلك أحتاج أن أنشئ خط من خلال الأمر New Line. أحدد أول عقدة والعقدة الثانية، وأنهي هذا الأمر. لاحظوا تم تقسيم هذا الخط إلى خطين بسبب تفعيل هذا الأمر Auto Connect Lines أو Members. الآن أحدد الخط الأول وأضغط باستمرار على Control، وأحدد الخط الثاني وأضغط باليمين وأختار Edit Lines. تظهر هذه النافذة، هنا أفعل هذا الخيار Member. في البداية يجب أن أحدد نوع العنصر أو Member Type. هنا سأختار Rib. باستخدام هذا النوع Rib يمكن تعريف الكمرات الساقطة والمغلوبة وتحديد عرض البلاط الفعال. أنتقل إلى التاب Rib. لاحظوا هنا يمكن تحديد موقع الكاميرا بالنسبة للبلاطة. لاحظوا هنا كاميرا مقلوبة أو في المنتصف، أو الكاميرا تقع تماما أسفل البلاطة، أو يمكن أيضا تعريف لا مركزية معينة، لكن سأختار هذه الحالة. أنتقل إلى السكشن، أبدأ بتعريف مقطع جديد. سأختار مقطع مستطيل. وأدخل أبعاد هذا المقطع، طبعا الأبعاد بالسنتي، 20 العرض والارتفاع 15. لاحظوا المادة كونكريت سي 3037، وأؤكد الإدخال ب أوكي أوكي وآخر مرة أوكي. لاحظوا تمت عملية الإنشاء بهذه الكيفية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا لكم وإلى اللقاء في الفيديو القادم.